مش هقول طبعا يا دي الجرثة ام جلاجل ويا دي الفضيحة ام حناجل والكلام ده كله، وخلاص هي المصيبة وقعت واحنا كنا عارفينها متوقعينها. المشكلة مش في دي، المشكلة اللي بعد كده، يعني المشكلة في الأذى اللي هيجيلنا بعد كده. ده دي المرحلة الأولى يا جماعة، اللي جاي أخطر، اللي جاي أسوأ. واتقالت صراحة العيش خلاص وصل لعشرين قرش بريال، الرغيف بقى بريال تمام رسميا. طب بعد كده، بعد كده انا نفسي داخل في مشاكل تانية افصع واكبر بكتير. ان دي المرحلة الاولى، وده مش كلامي والله يا جماعة، ده كلام السادة المسؤولين العظام اللي مسؤولين عن الموضوع ده، يعني اتحاد الغرف التجارية المصرية هو اللي قال الكلام ده واقر، وهتشوفوا ده وهتقروه بنفسكم، مش كلامي والله. تعالوا نشوف. من اقل من ساعه بالظبط صدر قرار بزياده رفع سعر رغيف العيش ل 20 قرش، يعني زاد 300%، 3 اضعاف سعره، حتى مش 100%، يعني الرغيف بقى 3 اضعاف. ده طبعا كلام اتحاد الغرف التجاريه المصريه وكلام رئيس اتحاد الغرف التجاريه في البحر الاحمر اللي قال بالنص، خلينا نشوف هو قال ايه. ومن جانبه قال خالد رضا رئيس الغرفه التجاريه بمحافظه البحر الاحمر، هناك تحسنا ملموسا للاوضاع الاقتصاديه للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص الدعم مرحليا امرا مقبولا، واشار الى ترحيب المجتمع التجاري لتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل الى 20 قرش للرغيف كسعر مرحلي يتناسب مع الاوضاع الاقتصاديه الحاليه للاسره المصريه. خد بالك من الحته دي، سعر ال 20% دول، ال 20 قرش دول سعر مرحلي يتناسب مع الاوضاع الاقتصاديه الحاليه للاسره المصريه، وبما يسمح للدوله من توجيه قيمه هذا الدعم لمشروعات اقتصاديه تخلق فرص عمل جديده للشباب وتحسن من الظروف المعيشيه للكثير من الاسر الاولى بالرعايه، بدلا من اهدارها على منظومه المستفيد الحقيقي منها ومن غير المستحقين. تمام، سمعنا كده، هو ده الجزء اللي انا اشرت ليه، اللي هو بتاع ان ده مجرد زياده مرحليه بس، يعني دي زياده، دي العتبه الاولى، يعني السلمه الاولى خبطنا 3 اضعاف بقى ب 20 قرش. اوكي، بعد 20 قرش ممكن هتلاقي في اول السنه الجديده طبعا، لان محدش هيتكلم، هو عايز يوصل لسعر الرغيف يا جماعه الرقم اللي قال لكم عليه 65 قرش. طبعا هو هنا بيقول لك ان هو اصلا السياحي مش هيتاثر، واللي هو ب 50 وبجنيه دول مش هيتاثروا، هيفضلوا زي ما هم. فبالتالي بعد فتره هتلاقي نفسك تيجي تقول ايه ده، طب هو لسه فيه رغيف ب 20 قرش؟ طب ما هي نفس الفكره، لان اكيد السجائر هتغلى وما الى ذلك. فهو دلوقتي دي المرحله الاولى، الناس هتفكر ان دي نهايه الكوارث، لا يا جماعه، ده دي مجرد البدايه، انتوا كده لسه بتستفتحوا كوارث. الموضوع ده طبعا اول ما هيعدي هتلاقي نفسك على اول السنه الجديده سعر زاد بقى ربع جنيه، 35 40 قرش، المهم في النهايه هو عايز يوصل ل 65 يرفع الدعم. طبعا ده مش كلام ولا كلام حد، ده مجبر ان هو يعمل كده، السيسي مجبر ان يعمل كده، لان يا جماعه بالظبط دي البنود بتاعه القرض، صندوق النقد الدولي شيل الدعم يا باشا خالص خالص، وهو ده اللي بيحصل. ده طبعا اللي حصل مع البنزين واللي هيحصل مع العيش، وقريبا جدا في خلال سنه بالكثير او سنه ونص او سنتين على الاكثر هتلاقي رغيف العيش العادي اللي هو البلدي ب 65 قرش زي ما قال عليه هيتشال. فالموضوع مخطط ليه، الموضوع ممنهج، الموضوع دي سياسه. انا قلت السيسي لما طالع يا جماعه، السيسي عمل الحفله كلها بتاعت افتتاح المشروع ده، ده مشروع جيش ملناش دعوه بيه، واخد بالك، انما هو عمل الفيلم ده كله عشان يطلع يقول للشعب قدام الحكومه ورئيس الحكومه ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها بقى ايه الرغيف بشيلن او الرغيف بخمس قروش او ال 20 رغيف بسجاره، مفيش الكلام ده. فدي المرحله الاولى، واللي جاي هيبقى اصعب واصعب واصعب. فاكرين يا جماعه اما البتاع زاد قرش ساغ ايام ايام السادات ايه اللي حصل؟ الدنيا كانت هتتقلب، ثوره كانت هتقوم في البلد، بس هتقول ايه بقى؟ هتقول ايه؟ ربنا يصلح حال البلد وتفضل ماشيه بخير.